رأس الدار البيضاء في إطار عملية تكوين اللي كتقوم بها. فبعد تكوين ديال المناديب والحكام فاليوم انتهاء ورصة خاصة بالمسعفين الرياضيين، وهذه أول مرة العصبة كتقوم بهذا العمل بطبيعة الحال مع جمعية ذات الاختصاص اللي فيها أطباء وفيها مختصين، واللي استفد منها تقريبا ما يناهز أكثر من 170 مستفيد. هذا كانت أول التفاتة في هذا الباب، واستغلنا هذه الفرصة اللي غنجمعوا فيها جميع المكونات ديال العصبة باش نقوموا بتكريم مجموعة من الفعاليات الرياضية اللي أعطت الكرة داخل الدار البيضاء وداخل الوطن. بدعوة كريمة من عصبة الدار البيضاء الكبرى المكتب المديري، أتشرف بأن أكون عضوا فيها. احنا جينا اليوم باش نحضروا لهذا حفل التخريج وكذلك التكريم ديال الناس اللي بلاو البلاء الحسن في هذه العصبة هذه، واللي بسموا على التاريخ ديالها وعطوا الشيء الكثير. احنا انا شخصيا دائما كنأيد هاد الثقافة ديال الاعتراف باش نعترفوا بالناس اللي يعني كانوا قدوة، وخصهم خصنا نكونوا دائما معاهم وراهم باش هاد الناس اللي كيعملوا دابا ولا الاجيال اللي جايه من بعد تعرف على انه راه اللي عطى شي حاجه لهاد البلاد راه ما كيتنساش. هذا يوم يعني استثنائي، لانه اولا يوم ممطر بالخير والبركات، وثانيا ممطر بالرياضيين القدامى والجدد واللي اسداو واحد العمل كبير في الوقت ديالهم لا اللي فاتوا ولا الحاليين، واللي كنظن انه اي مناسبة اللي تتكون رياضية وفيها تكريم هي بطبيعة الحال اعترافا لما قد يقوم به بعض الناس من إنجازات تفوق في بعض الأحيان الإنجازات العادية، وتبقى مرسومة لهم وبصمة لهم على ما قاموا به في هذا المجال. لأن قبل كل شيء سنعطيكم لمحة تعريفية على علي أنا كإطار في الصندوق الوطني للضم الاجتماعي لفريق كرة القدم المصغرة داخل القاعة. أولا أشكر جريدة الوطن على هذا الاستضافة لتعريف على مستوى الإسعاف الطبي، لأن الإسعاف الطبي له دور كبير، وفي المرحلة التكوينية الأولى كانت جد مهمة العصبة الدار البيضاء الكبرى التي قامت بواحد المجهود جبار من أجل تحديد الإسعافات الأولية لجميع اللاعبين وكذلك لجميع المسؤولين وكذلك للمسعف كذلك، لأنه قد يسعف راسه. لأن حنا تنقولوا هذه الدورة التكوينية اللي تتعطي واحد المجهودات جبارة من أجل خلق واحد الاستمرارية داخل هذه المكونات المجتمع الرياضي بالأهمية الخاصة، وكذلك المسؤولين بالأهمية اللي هي كذلك خاصة، لأن في إطار التوضيحات جميعا أن المدة ديال التكوين كانت وجيزة لإعطاء واحد التلميحات واحد الدور المهم لكافة المستويات في كرة القدم، الكرة القدم كعامة وكرة القدم مصغرة. عصبة الدار البيضاء الكبرى اللي نظمت لنا هاد الدورة التدريبية ديال المسعفين الرياضيين، اللي بصراحة كانت عندها قيمة كبيرة واستفادة كبيرة بالنسبة لجميع الأعضاء اللي شاركوا فيها وجميع الفرق. كنعرفوا حنايا بصراحة كنعرفوا الدور الكبير اللي كيقوم به المسعف الرياضي داخل رقعة الملعب، فهو عنده واحد الدور كبير، لهذا كانت التفاتة كبيرة من طرف عصبة الدار
البيضاء مشكوره بجميع الفعاليات ديالها اللي الصراحه استفدنا، وكانت دوره تدريبيه جد 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 مهمه. عرفنا فيها مجموعه ديال النقاط الاساسيه اللي كيمر منها المسعف الرياضي، عرفنا منها شنو الدور ديال المسعف الرياضي، عرفنا منها شنو هما المجالات ديال التدخل ديال المسعف الرياضي. لهذا هذه بادره مشكوره، ونتمنوا ان شاء الله من العصبه انها تكرر بحال هذه البادرات وتعود لنا دورات تدريبيه اخرى ان شاء الله اللي غادي نستافدوا منها اكثر فاكثر فاكثر. حنا بدورنا نقلنا المشعل للاعبين ديالنا ولا الطاقم التقني ديالنا وكل شيء، حاولنا ندوزوا لهم هاد المعلومات اللي حصلنا عليها، وان شاء الله في المستقبل تكون دورات تدريبيه اخرى ان شاء الله. اذا لا يمكن للمرء الا ان يكون سعيد عندما تلتفت اليه عصبه وهي عصبه الدار البيضاء الكبرى لكره القدم، هي التي كانت دائما مركز ثقل، مركز الإشعاع في الهرم ديال كرة القدم الوطنية. عايشنا مجموعة من الرجالات كانوا من وراء تأسيس هذه المؤسسة وضمنوا لها الاستمرارية، والتكريم يصادف أيضا تجمع تدريبي خاص بالمسعفين ومبادرة هامة من جامع الملكي المغربي لكرة القدم ومن العصبة التفاتة إلى المسعف. المسعف هو رجل يقوم بواحد العمل رائع في ما هو إنساني، ما هو صحي، وأيضا ما هو رياضي. وتابعنا مجموعة من المسعفين كانوا يشتغلون مع فرق بأساليب اللي كانت في ديك البداية، ولكن ما لقاوش اللي غادي ياخذ بيديهم. مثلا كنتكلموا على موجود الله يرحمه، مثلا كنتكلموا على بوشعيب السلواوي اللي كان في الرجاء، واحد العدد ديال المسعفين اللي كانوا كيهتموا باللاعبين، كتلقاه في الدكة ديال الاحتياط يشرف على المجال الصحي في الوقت اللي ما كانش حتى الطبيب تيكون آنذاك. ثم مع مرور الوقت طب الرياضة، وليس الطب الرياضي، وطب الرياضة يتطور، وعملية الإسعاف. والذي ينبغي أن ننتبه له أن الفيفا تفرض شهادة الإنقاذ وشهادة الإسعاف في تكوين المدربين، فها حقيبة المسعف تترجم مدى الكفاءة دياله، لان المسعف كياخذ واحد العداد ديال الادوات وديال المواد الصيدلانيه اللي كيتعامل معها، وعلى حسب ايضا المستوى المادي ديال الفرق. ملي كنلقى المسعف في الفرق ديال الاحتراف ليس هو المسعف في الفرق ديال الهواة، ليس في الفرق ديال القسم الثالث والقسم الرابع الاقسام الشرفيه. ينبغي ان ننتبه ونهتم بهذه الشريحه في المجتمع الرياضي وفي مدار ديال كرة القدم، لأنهم يقدمون خدمات إنسانية، خدمات اجتماعية، خدمات رياضية، وكيساهموا في الإنقاذ ديال هذوك عندما تقع بعض الحوادث وبعض الأحداث في المباريات ديال كرة القدم. التدخل الأولي قبل الطبيب يكون المسعف. أولا بالنسبة لهذا اليوم التكريمي اللي منظمة عصبة الدار البيضاء لكرة القدم، هو هذه مبادرة كتكون في واحد الإطار ديال تشريف بعض الفعاليات الرياضية، وكذلك اعترافا بالمجهودات اللي قاموا بها طيلة العمل ديالهم سواء داخل العصبة أو الفرق الوطنية كمسيرين أو كمؤطرين أو داخلين في إطار العملية الرياضية ديال كرة القدم. بالنسبة للتكريم، أنا هذه عرف بالنسبه للعصبة الدار البيضاء، لانه بين الفينه والاخرى كتقد تنظم المبادرات هذو لهذه الفعاليات، وكل خطره كتجيب واحد الجيل من الناس اللي قدموا خدمات لكره القدم بالدار البيضاء وعلى الصعيد الوطني، تكريم لهم وتشريف لهم. وثانيا بالنسبه لتاريخ كره القدم في عصبة الدار البيضاء، هذه ليس المره الاولى والثانيه والثالثه، ولكن هذه بالنسبه لواحد التاريخ، لانه من انطلاقا من اول فتره اللي خدات فيها الرئاسه عصبة الدار البيضاء الكبرى بعد الشباب والرياضه،
اللي كانت وصيه على كره القدم عصب الدار البيضاء، سواء في وقت الرئيس مولاي عبد الله العاولي من الدغري اللي هو واحد من المكرمين اليوم، ولا وقت المرحومين مصطفى الناجي والسي عبد الهادي اصلاح، وكذلك السي محمد جودار المكتب المديري اللي رفقه ديالو، حقيقه دابوا على اساس باش يبقى هذا العرف التكريمي طول هذه الفتره ما يتعبش فيه هذا. نشكر العصبه الكبرى ديال مدينه الدار البيضاء، ودابا حنا من المعروضين. حقيقه هذه العصبه هذه فكرتنا فكرونا وداك الشيء باش يعطيونا جوائز باش يفكروا اللعابه القدام اللي دازوا اللي لعبوا اللي ضحوا في الفرق ديالهم وفي المنتخب ضحينا وداك الشيء. وتنشكر العصبه كثيرا، وتنشكروا الرؤساء ديالهم، وتنشكروا سي جودار اللي كيعمل في الخفاء ولا كيعمل في تيرا القرب ولا هذا. وما نساوش اللعابه القدام كانه بحال عبد ربي مجاهد احمد، بحال بوينيني، بحال جميع اللعابه اللي هما ضحاوا في المنتخب الوطني او في الفرق ديالهم، اللي هما كانوا كيلعبوا من قلبهم الخالص، وكانوا كيلعبوا بلا اجره بلا والو، كيتسناو البريمات ديال البريم ديال لو ماتش اللي ربحتيه ولا ربحتيه هو هذاك، ما ربحتيش راك تعادل خسرتي. كنحس بانه الناس اعتنوا بنا حنا اللعابه القدام، باقيين تنسموا باقيين حيين باقيين حيين. تنشكرهم بزاف على هذا الاعتناء هذا، وخصو يزيدوا كرموا بعض اللعابه القدام واللي سمعتوا، تنشكرهم بزاف. لحقاش ضحينا حنا في الفرق ولا في المنتخب الوطني، اللي ديت في المنتخب الوطني كاس افريقيا مازال ما تحصل عليه حتى الان من 76 حتى لدابا، يعني كنشكرهم بزاف، كنشكرهم على التيم.